وأنا مستمر في هذا الطريق إلى نهايته أو إلى نهايتي. بقول لحضرتك انه دي افشل واسوأ سلطة في اخر 200 سنة، وانه السيد الرئيس هو اسوأ من تولى الحكم في مصر في اخر 200 سنة. ده مش باب التوكيلات، ده باب الامل اللي بيتقفل. ليه بيتقفل؟ لانه ببساطه شديده السيد الرئيس عارف ان انا وهو لو اتقابلنا على الصندوق هيخسر.